السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أفكار في الرياضيات. إن شاء الله أعزائي الطلبة طلاب الثانوية العامة، في هذه الحلقة بدنا نحل السؤال الثاني من الدرس الثالث، مشتقات الإقترانات الدائرية أو بدل الدائرية ممكن نسميها المثلثية. نبدأ على بركة الرحمن، بتمنى تشتركوا في القناة وتدعمونا. طيب سؤال اثنين صفحة 21 بحكي لي إذا كان صاد يساوي ظل الزاوية سين، ومعطيك طبعا سين زاوية مالها حادة. بحكي لي أثبت أن أثبت بدنا نثبت له دال 2 صاد دال سين تربيع بده يساوي 2 صاد مضروبة في 1 زائد صاد تربيع. ما فيش أي مشكلة بإذن الله تعالى، بس محتاج منكم تركيز وإقبال على المادة، لأنه بصراحة أنتوا طلاب الثانوية العامة المفروض تكونوا يعني في عندكم روح معنويات عالية كتير، لأنه السنة هذه هي اللي بتحدد لك بصراحة يعني مستقبلك، فالمفروض تقبل عليها وتكون مؤمن بما تفعل فيه. تمام، ان شاء الله اموركم تكون طيبه. حتى لا نطيل عليكم ونبدا في الحل. بالنسبه لصاد هتجيب لي المشتقه الاولى ومن ثم الثانيه، لان احنا محتاجين نوجد اصلا المشتقه الثانيه. بكل بساطه هتقول لي صاد فتحه تساوي، بالنسبه للظل اشتقاقه قاف تربيع السين. فكرة هذا السؤال انه انت المشتقة الاولى اوجدتها قاف تربيع السين، هتخليها قاف السين ضرب قاف السين، ومن ثم تجيب المشتقة الثانية، هتثبت الاقتران الاول وتجيب مشتقة الاقتران الثاني، زائد هتثبت الاقتران الثاني وتجيب مشتقة الاقتران الاول، هتكون برضو قاف سين في ظل السين. تمام، بعد ذلك هتلاحظ ان قاف السين مضروبة في قاف السين في ظل السين، يعني عبارة عن قاف تربيع السين في ظل السين زائد قاف تربيع السين في ظل السين. الامور بسيطة ان شاء الله، اجمعهم مع بعض هتقول 2 قاف تربيع السين ظل السين. طيب تمام، لاحظ معايا ما يلي. 2 ظل السين هيها، طلع 2 ظل السين هي، بس ولكن قاف تربيع السين هذا قانون نبقى حافظينه، هو عبارة عن 1 زائد ظل تربيع السين. ممتاز. طيب الآن هتقول لي هي 2، طب ظل السين بالأصل هو عبارة عن صاد مضروبة في 1 زائد ظل السين صاد، وعشان في تربيع بحط التربيع، هتلاقي حالك بكل بساطة دال 2 صاد دال سين تربيع يساوي الطرف الأيسر، اللي هو عبارة عن 2 صاد مضروبة في 1 زائد صاد تربيع. السؤال بسيط بس محتاج منك شوية تركيز، انتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم هنحل لكم سؤال 3 صفحة 21. بتمنى تشتركوا في القناة وبتمنى تدرسوا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.